منطقة فقيرة، منطقة البطال فيها أكثر من اللي يخدم، منطقة كبيرة والصغير فقراء، الناس كل تعاني، الناس كلها تعاني في مشكلة التشغيل هذه. ومنطقتنا نحن ديما منسية، منطقة سند هذه ديما منسية، خوذها قاعدة أنها ديما منسية في كل المجالات، لا فيها تنمية، لا فيها مصانع، لا فيها معامل، لا فيها حتى شيء، ما فيهاش حتى موارد رزق دون الموظف اللي عايش فيها لهنا. وبالنسبة للمعتمدين سند، وين يقولوا ولاد قفصة يقولوا المنطقة المنجمية، نحن المناجم باش سد علينا، ما سد علينا حتى بشيء، نحن الفوسفات كل يوم يتعدى مليارات تتعدى من البلاد وما نستفيد منها حتى شيء. احنا نطلب وش نطلب؟ مراجعة نتائج البيئة، هذه نقطة أولى. ثانيا نطلب زيادة حصة إضافية لمعتمدية السند، المسؤولين تفرجوا فينا الشغل والتنمية ومشاريع وإعطاء قروض ومشاريع صغرى باش تخدم العباد. نقول لهم اللي شادين الحكم اليوم في البلاد، بربي يسيبوك البلاطوات في التلفزة والواحد كرهنا وجوههم، فهمت؟ وتعالوا لنا هنا خلينا راس راس أنا نفهم. بشوي كتبوا علينا بنعجتين وطلع شنو 700 هكا 700 ولا نعجتين بربي ونعجه نعجه بربي يقول لهم يلزم الكذب نتاعكم وتعالوا هبطونا خلونا نتفاهم. قول لهم راه ونقول لهم حاجه واحد راه وعيب عليك وبلاص الصندوق نتاع الكرامه اللي عملتوه بربي يعملوا صندوق للبطاله هذه راه الناس ما تتبشر براه ربي يفهم وراه وعيب عليك يعطونا التنمية. وتو بالنسبه لهذه السي بي جي اللي هابطه تو انا نعرف ثم جماعه اللي هم البيئه هذه نعرف ثم شكون اللي هو بكراج وثم شهيد ولبس عليه وبكرهبته وثم شكون قاعد مدفون كرامتي وخبزه يابسه. يا مواطن يا ضحيه والمناظره مسرحيه، يا مواطن يا ضحيه والمناظره مسرحيه، يا مواطن يا ضحيه والمناظره مسرحيه، يا مواطن يا ضحيه والمناظره مسرحيه. ما تكسروش ما تحرقوش. بالنسبه لنا وكذلك اقول للسلطات الامنيه، الناس معتصمين اعتصام سلمي مدني سلمي، الناس ما عندهمش مشكلة اليوم مع المؤسسة الأمنية، احنا نعتبر وأنه مركز الأمن سيد الموجود لحماية المواطنين، يحمي الجميع لحماية المواطنين.